اول شيء العمل الفني اللي او اللي كان أو اللي كان هو اول عمل فني جاء عن طريق فكره من فنانين كبار في الساحه المغربيه، ومن اللي بروبوزوا على محسن نشيط انه يدخل المجال الفن بطريقه جديده وبشكل جديد وستايل جديد. اكيد هذه الفكره كل شيء كيقولها، مي انا في الفتره ديال الكورونا رب ضرتنا فيها كيف ما كيقولوا، هذيك الفتره اللي توقف العمل وتوقفت الانشطه وتوقف كل شيء، خلات محسن نشيط انه يخرج بعض الاشياء اللي هي ما بين الداخل ديالو واعطيها فرصه انها تبان. والحمد لله لقيت راسي انني كاينين بزاف د الحوايج اللي غادي نقدر نعطي فيهم. والفكره ملي ريحت مع اصدقاء الفنانين اصدقاء ديالي قالوا لي علاش محسن ما ديرش واحد السي جديد اللي هو غيكون، وراجعت مع الفكره مع راسي لقيتها هي شي حاجه ايجابيه بالنسبه ليا، لان بحد ذاتها فنانين كبار كيشرفوا عليها راه غادي تكون شي حاجه يعني ايجابيه بالنسبه لي. اول شيء هذا السي ديالي، وانا هذا السي ديالي من زمان وكنلبس بحال هكا وانا مقتنع به، والحمد لله اخذ اقبال كبير من هاد الاكثريه ديال الجماهير، عجبهم السيل وقالوا لي كمل صافا. وانا عزيزين عليا بزاف واصدقاء وماشي اصدقاء عائله، وكتجمعنا واحد الصداقه اللي هي كبيره كبيره بزاف، وكنحييهم من هذا المنبر. هو دوك كنسميو انا كشي كتاب ديالي، وكيف ما ذكر سابقا العلاقه كانت عائليه، والوالده ديالها كنعرفوا العائله كيعرفوا العائله ديالي، والحمد لله كنتمنى من العلاقه اللي تمشي ان شاء الله في احسن، وان شاء الله لما لا تكون اعمال ما بينه وبينه ان شاء الله. هادشي ما جامي دلا في ما كايناش الهضره، لان محسن نشيط توقف سنه لان بسبب الاصابه ديال لابيبالجي. الان ان شاء الله غادي يرجع للميادين ان شاء الله في هذا الموسم، وغادي يبقى ديما ان شاء الله محسن نشيط ثلاثه المجالات حاضر، في مجال الغناء وفي مجال التمثيل وفي مجال كره القدم. انا كيف ما كيعرف الكل الناس اللي كتعرفني شاب طموح وعزيز عليا نضرب تماره، عزيز عليا نضرب تماره وعزيز عليا الضغط، نعيش تحت الضغط، لانني انا في الصغر ديالي عشت تحت الضغط، وابن عائلة فقيرة، ابن درب السلطان، وتحية لوليد درب السلطان، وبغيت نكون إن شاء الله قدوة للشباب اللي جايين في الطريق، أن أي واحد عنده شي طموح ولا عنده شي هدف ولا عنده شي موهبة أنه يخرجها، لأن الخوف هو اللي كيخلي ديك الفكرة ما تخرجش، ومني ما كتخرجش كيدوز على الوقت وكيلقى راسو ضيع بزاف ديال الحوايج وحرق واحد الموهبة اللي هي كانت غادي تخليه في النجومية. الوغ بنادم يتوكل على الله ويغامر، لان الحياه كلها مغامره. هي الفكره ملي طرحت عليه في الاول كان تخوف، ولكن ملي درست مع راسي ولقيت بان الفنانه اللي دايرين بيا واللي مدعميني عندهم كلمه كبيره في الفن المغربي وعربيا، خلى محسن نشيط انه يزيل التخوف. ذكر ذلك ان السلسله ديال كازي بابيل الاستدعاء ديالها اعطتني واحد الثقه كبيره، لان باش بحد ذاتها كاستدعاء باقي ما مثلت ما والو، عطاتني واحد الشحن كبير، لان عالميه سلسله عالميه وخدت شهره عالميه، وهذا بحد ذاته راه شي حاجه بوزيتيف في الحياه ديالي. وفي الكونفينمون كنت كنتفرج في السيريكات وبان لي واحد السيت قيت فيه داكشي ديالي لي زانفورماسيون، ابخي دوزون هذا العام هذا يلا تلاقيت في الجيميل بان راه كونكوا محسن لا كازا دي بابيل وافقت على لو دوسي ديال محسن نشيط، وهذا وان شاء الله اللي غادي يتم الالتحاق ديالك مع الفريق في شهر 5. مي كانت واحد العمليه اللي خضعتها على مستوى الانف، كان كسر في الانف، هذا اللي خلى تاجيل ديال السفر، واللي حرمني من انني نمثل في السيريل اللي غادي يظهر ان شاء الله في شهر 9، وخلاني اجلوا لي شهر باقي يلا غادي نخوضها. مي انا مقبل على اي حاجه جات بسم الله. انا جميع الفنانين عندي بهم علاقه وطيده، وجميع الفنانه كتجمعني بهم الحمد لله علاقه زوينه. ما يمكنش نقول لك شكون الفنان، لانه كلهم كيعجبوني، والفنانه المغاربه كيظهروا بشكل جيد، وكنتمنى ان شاء الله اي ديو جاني من عند شي فنان نديرو. اول شيء محمد رمضان انا من لي فان ديالو، هذه اول حاجه. كيعجبني كفن وفي التمثيل وكفي الغناء كمؤدي استعراضي. اكيد غادي ما نكذبش على راسي، تانسبيريش منه بشي حوايج وي، مي لو ستيل ديالي انا هو راه من زمان هكا، بغيت ندخل شي حاجه للفن المغربي. اول شخص اللي غادي يدخل شي حاجه جديده في الفن المغربي وستيل جديد، وحاولت انا نكون انا الاول، والحمد لله توفقنا.
وتحية لجمهور شوف تي في، وكنحييكم وكنقول لكم ان شاء الله محسن نشيط غادي يكون ان شاء الله. اي حاجه اللي غادي تشرف المغرب وغتشرف بالصوره ديالو وتشرف الجماهير المغربيه راه غيكون معكم ان شاء الله. شكرا.